وهذا نوع ثاني من المخارط يا أخوان بشكل كبير. ننتظر بس لين يشغله ووريكم اياه. طبعا شوف الآن جالس يقيس كمية الكشت، يسمونه الكشت، كمية الخرطة اللي لازم ينزلها. شوف الآن بيقرب منها الماكينة بيبدأ يشتغل الآن. فقط القطعة هذه هو اللي بيبغى يمسح فقط. لاحظتم؟ والآن بيقيس، هل هي نفس